صلاحيه ديال المجلس كامله. هذا الوكاله ديال مارتشيكا حيدات الصلاحيات ديال المجلس البلدي، ما بقاش المجلس البلدي كيسوى عند مارتشيكا والو، هما اللي كيحكموا. هذا بلان دوميناجمون اللي باغي يدار، هما فيهم المجلس، فيهم كل شيء، ودابا حتى المواطنين كما كيقولوا غادي يصوتوا عليهم. هذه اولا. ثانيا، حنايا هذا بلان دوميناجمون غادي ترفض نهائي على حساب حتى يجيبوا لنا هذا التغيير مبادل ديال هذا التصميم. هذا الا بغاو يديروا شي تصميم تهيئه للبلينصار يجيبوه بالنسبه للمصالح العامه اللي خصت له هذه المنطقه، ماشي بحال هذا التصميم اللي داروا غير فوق. هذه ثانيا. ثالثا، الساده المستشارون اعضاء المجلس هما اللي غادي دابا ياخذوا القرار النهائي. حنايا كما مجلس مسير ما عجبناش هذا البلان دوميناجمون وما بغيناش، لان حيد لنا الصلاحيات، حيد لنا بزاف المسائلات وضروا فيه الساكنه. حنايا في غدا اللي غدا الساكنه ما غاديش نقبلوا وما غاديش نحملوا المسؤوليه، لان غدا حنايا اللي غادي ناكلوا العصا. دابا انتوما النظر، انتوما غادي دابا المجلس غادي ياخذ القرار ديالو، هذه الرعيه ديالي، وانتوما خذوا الراي ديالكم. واش بان لكم في الفكره ديال السي حسن؟ السي حسن هو هذا. هو اهلا اللي اتفق معايا ينوض. صافي هو هذا. باش تحفظ كي القرار المجلس السين كل ما يصير.